نستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ، واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون. أيها الأحبة، نحن اليوم في الخطبة الرابعة والأخيرة إن شاء الله في الحديث عن أخلاق الزوج من خلال خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطاهرات. ونعود أيها الأحبة، أعود أذكر بما اتفقنا عليه في أول خطبة من هذه الخطب. أقول أيها الأحبة أن غاية البعثة، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاية إرساله لنا إنما هو أن نحسن أخلاقنا فيما بيننا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حدد الغاية من بعثته، قال: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا ما مدحه الله عز وجل بشيء كما مدحه بحسن أخلاقه، فقال ربنا سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيها الأحبة، إيمانك بالله بقدر أخلاقك، يعني كما تكون أخلاقك يكون إيمانك. نحن نحكم على إيمانك من خلال سلوكك، من خلال أخلاقك مع من حولك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقاً. فبالمقابل، إذا كان الخلق سيئاً يكون الإيمان متدنياً. أكمل المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقاً. وأقول أيها الأحبة، أهم سبب للنجاة يوم القيامة إنما هو حسن الخلق. فقد قال عليه الصلاة والسلام، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء، إذا أردت أن تثقل ميزانك يوم القيامة وأنت تعلم أن حجمك عند الله هو بحجم ميزانك، بوزن ميزانك، ودرجتك في الجنة بقدر ميزانك، بقدر حسناتك، أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وكذلك في الجنة، أكثر ما يدخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. هذا أكثر ما يدخل العبد إلى الجنة، حتى في درجات الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم في الجنة. هو ما كان يصوم صيام النفل، ولا كان يقوم من الليل قيام السنة، ولكنه يصل إلى هذه المنزلة بحسن أخلاقه. إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم في الجنة. وكلنا أيها الأحبة، كلنا بلا استثناء يحب أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، في أعلى درجاتها. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام محددا السبب، قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أحب الناس إلى رسول الله وأقربهم منه درجة يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. انتهى الموضوع أيها الأحبة. هذا الدين هو حسن الخلق، الدين هو حسن المعاملة، الدين هو حسن الصلة فيما بينك وبين الله، وحسن الصلة فيما بينك وبين عباده.
وكل أحكام الحلال والحرام، كل أحكام هذا الدين إنما جاءت لتنظم هذه العلاقة، العلاقة التي بينك وبين الله والعلاقة التي بينك وبين الناس. إذن أيها الأحبة، أذكر بما ذكرت به في أول هذه الخطب، خطب أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع زوجاته. أقول لكم أيها الأزواج، لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة ولا اطمئنان ولا استقرار في بيوتنا الزوجية إلا بأخلاق الزوج. كلمة السر في سعادة البيوت هي أخلاق الزوج، وقد بيّنت هذا في خطبة ماضية. ولما كانت الأخلاق كلها قد تجسدت برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا نتلمس أخلاقه صلى الله عليه وسلم في معاملته مع من حوله. معاملته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كانت في أحسن الأخلاق وعلى أحسن الرتب، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. وقد اتصف عليه الصلاة والسلام الزوج بصفات عدة أذكركم بها، واليوم أذكر بخاتمتها. كان صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه، وخلِّقنا بأخلاقه وأدِّبنا بآدابه، اللهم واجعلنا من المستنين بسنته يا رب العالمين. كان عليه الصلاة والسلام يحب زوجته، يحبها وإلى آخر حياته، ويذكرها بين الفينة والأخرى بهذا الحب، يخبرها أنه يحبها. هذه أول صفة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم، الصفة الثانية، يلاطف زوجته. الملاطفة، اللين، خفض الجناح، التواضع، أن يكون كالصبي في البيت في أخلاقه، يدخل بساما ضحاكا ويخرج كذلك، يقبل زوجته قبل أن يخرج إلى الصلاة، هكذا كان. تقول السيدة عائشة وهي الصادقة الصديقة، كان يقبل زوجته ويخرج إلى الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يحب زوجته، وكان يلاطف زوجته، وكان صلى الله عليه وسلم زوجاً يعين زوجته، يساعدها في أمور بيتها، وخصوصاً حين المرض وحين الألم وحين التعب وحين تكالب المهام، يعينها صلى الله عليه وسلم، يخصف نعله، يطحن مع الجارية، يقطع اللحم، يضع هذا، يشيل هذا، هكذا كانت تقول الصديقة رضوان الله عليها. وكان صلى الله عليه وسلم وفياً مع زوجته، وفياً لها في حياتها وبعد موتها، في حضورها وفي غيبتها. هذه صفات أيها الأحبة التي واذكرها، كل من أراد السعادة له ولأهل بيته عليه أن ينهل منها ما استطاع. يحب زوجته، يلاطف زوجته، يعين زوجته، يكون وفياً مع زوجته، يحترم، يحترم من الاحترام، التقدير، التبجيل، التعظيم، هذا الاحترام، يحترم زوجته، يقدرها، يعطيها قيمتها التي أمر الله عز وجل بها، والتي نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر كلمة وصى بها فقال: استوصوا، حافظينا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا، هذه آخر كلمة قالها صلى الله عليه وآله وسلم، استوصوا بالنساء خيرا. واليوم أيها الأحبة أتكلم عن آخر صفتين من صفاته، وإن كانت صفاته كثيرة صلى الله عليه وسلم كزوج. كان صلى الله عليه وسلم زوجا يتجمل لنسائه، يتجمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان جميلاً، بهي الطلعة، نظيفاً، وهو الذي قال: إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب يحب الطيب، فكيف لا يكون كذلك صلوات الله وسلامه عليه. كان يصافحه المصافح فتظل يده يومه، كل اليوم يشتم منها رائحة الطيب والعطر، ليس لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه معجزة، لا، ولكن وبيص المسك
يعني أثر المسك كان لا يفارقه صلى الله عليه وسلم حتى وهو محرم. كان إذا دخل البيت أول شيء يبدأ به بالسواك، ليس فقط عند دخول البيت، لأنه يريد أن يخاطب أهل البيت، يريد ربما أن يقبلهم. هذا تنظيف الفم أيها الأحبة أو السواك كان يستعمله صلى الله عليه وسلم حسب ما رأيت من أحاديثه والآثار عنه أكثر من 20 مرة في اليوم ينظف فمه صلى الله عليه وسلم، أكثر من 20 مرة ينظف فمه بالسواك وأسنانه. عددناها أيها الأحبة الآن، يعني إذا الواحد كتير 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 حريص على تنظيف أسنانه ينظفها في الصباح وبعد كل طعام وقبل المساء. نبينا صلى الله عليه وسلم ينظف فمه في كل يوم أكثر من 20 مرة، وهو الذي دعا إلى تخليل الأسنان، تنظيف ما بين الأسنان حتى يخرج كل شيء يمكن أن يشين رائحته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالتزين، وهكذا فعل أصحابه. دخل أحد الأصحاب على ابن عباس فوجده في أبهى حلة في البيت، فظن الناس أن الحلل الجميلة والطلعة البهية تكون فقط عند الخروج من البيت، فقال: متتجمل في بيتك؟ قال: نعم، إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. ثم قرأ قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن، أي يجب لهن، مثل الذي عليهن بالمعروف. وروي أن امرأة أتت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقول: أريد طلاق زوجي. قال: وما تشتكين منه؟ قالت: مر بإحضاره، جيبه شوفه. قال: فأمر بإحضاره، فلما رآه فإذا هو قذر الثياب نتن الرائحة، قد طال شعره، شعر جسده، شعر رأسه وشعر أنفه وشعر أذنيه، فلهذا السبب تريد أن تفارقه. فأمر عمر رضي الله عنه أن يؤخذ هذا الرجل إلى الحجام الحلاق فيحلق شعره، ثم أمر أن يغسل، ثم يكسى ثوبين أبيضين، إزار ورداء. فلما رأته ما عرفته، لم تعرفه، قال: هذا زوجك. قالت: إذن الآن هو زوجي. ثم قال لها: اتقي الله وأطيعي زوجك. فلما ولت قال عمر رضي الله عنه: تصنعوا للنساء، فإنهن يحببن منكم كما تحبون أنتم منهن. فيا أيها الزوج، كن كما كان عليه الصلاة والسلام شديد الحرص على نظافة بدنه وثوبه وعلى عطره وعلى تجمله، احرص على نظافة فمك، وخصوصا إن كنت مدخنا احرص على تنظيف فمك بين الفينة والأخرى. هذا الأمر أيها الأحبة مهم جدا، على تنظيف أسنانك، على قص أظافرك، على رعاية شعورك، وكذلك على كل سنن الفطرة التي أمر بها الشرع. أخيرا أيها الأحبة، من أهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع زوجاته كان عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مهم نحن بحاجة كلنا إليه، كان صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على رسول الله، يصبر ويحلم على أذى زوجاته. نعم، أمهات المؤمنين، طبيعة النساء واحدة، عندهن الغيرة، فكان صلى الله عليه وسلم يحلم على شغبهن وعلى أذاهن. أيها الأحبة، ليست حياة الزوج في بيته وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ليست كلها راحة، فيها الراحة وفيها التعب، فيها الخصام وفيها الوداد، فيها السرور وفيها غير ذلك. هذه طبيعة البشر أيها الأحبة. لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكن في هنالك اختلاف بالعقول، اختلاف بالطبائع، اختلاف بالعادات.
في التصرفات، بس ولكن كلما قرب الإنسان إلى الإيمان أكثر، يعني إلى الأخلاق أكثر، كلما زادت نقاط التلاقي فيما بينه وبين شريكه. لا تخلو الزوجات أيها الأحبة من شغب، ولا يخلو بيت من خصام، حتى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد أن زوجاته صلى الله عليه وسلم كنا يرفعنا أصواتهن فوق صوته بالمجادلة، مع أنه هناك نهي واضح وصريح: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا يراجعنه، يناقشنه فيما يقرر من الأمور ما عدا أمور الوحي، أمور الوحي والحلال والحرام والأوامر والنواهي من الله ما في عليها غبار أبدا، ما أحد يناقش بها. ولكن في الأمور الحياتية اليومية كنا يناقشنه ويراجعنه ويردن عليه صلى الله عليه وسلم وهو يصبر ويحتسب. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم عن سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدخول، وعنده نساؤه يكلمنه ويرفعن أصواتهن فوق صوته، فلما سمعنا صوت عمر واستئذانه بالدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا فبادرنا إلى الحجاب، يعني تسابقنا إلى غرفة أخرى إلى حجاب. فلما دخل عمر إذا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء اللواتي كن عندي نسوان عالية أصواتهن، فلما سمعنا باستئذانك وصوتك ابتدرنا الحجاب، تسابقنا إلى الحجاب. حزن عمر ونظر إلى مكان النسوة ووجودهن وقال: أي عدوات أنفسكن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ خافوا مني ما بتخافوا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فردت عليه إحداهن فقالت: نعم، لأنك فظ غليظ. التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولكنك عند الله لست بفظ ولا غليظ يا عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. إذن حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنه، وربما كما ورد في الحديث يغاضبنه. شو يعني يغاضبنه؟ يقاطعوه، يقطعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يحادثوه. يغاضبنه طيلة النهار وإلى الليل، والأكثر من ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يذهب إليهن معتذرا. مع مين الحق؟ قطعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حال صار خصام ما بين النبي وزوجته، مع مين بده يكون الحق؟ 100% مع رسول الله، لأنه لا يمكن أن يتصرف خطأ. يذهب إليهن ويعتذر منهن، كما حدثنا بذلك عمر أيضا فيما رواه الإمام البخاري ومسلم قال: كنا معشر قريش، يعني لما كنا في مكة كنا نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة على الأنصار فإذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، يعني اختلاف العادات والطبائع وفي الأمكنة. بمكة كان الرجال هم الغالبين، في المدينة الأنصار يغلبهم النساء. قال: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار، صاروا يعني يتشجعوا شوي شوي ويتجرأوا على رجالهم شوي شوي. قال: فصخبت يوما على امرأتي غضب، فراجعتني، صارت ترد علي، فغضبت وأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك وإن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن، هذا في البخاري ومسلم، وإن إحداهن لتهجره اليوم كله حتى الليل.
وهو صابر محتسب صلى الله عليه وسلم. فلما استوثق من حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، يعني تأكد من هذا الكلام، قال لها مخاطبا ابنته اللي هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خبتي وخسرتي، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ يعني إياك أن تعودي إلى هذا، أو أن تعودن كلكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا. بل كان صلى الله عليه وسلم يسترضي نساءه حين الغضب. تقول السيدة عائشة: حصل خصام بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أيها الأحبة أيها الأزواج، هذا أمر وارد حتى في بيت رسول الله، بس كيف نتعامل مع الخصام؟ هون القضية أيها الأحبة. تحرد المرأة في بيت أهلها، تقعد شهر وشهرين وثلاثة وخمسة والله، لأجل أمر تافه، وقد يتطور الأمر إلى الطلاق لأجل أمر أتفه من تافه. حصل خصام، الرجل عليه أن يخرج من البيت حتى تهدأ نفسه ويتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبر ويحتسب ويحلم، وإن أراد التخلق أكثر فليعود إلى زوجه فليسترضيها ليطيب قلبها. قد يكون الحق معه، الحق عليها، ليسترضيها. كان يعتذر صلى الله عليه وسلم من زوجاته، مع أنه لا يخطئ ولا يمكن أن يظلم صلى الله عليه وسلم. تقول: حصل خصام بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعد يوم أو يومين، قال: من تحبين أن يحكم بيننا حتى نصطلح يعني؟ قالت: أبي، أبو بكر. فدعي أبو بكر لأن يحل الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وابنته عائشة. فقالت حينما دخل أبو بكر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أقول أم تقولين؟ يعني أنا أبدأ بالحديث ولا أنت تحدثي عن هالمشكلة؟ قالت: بل أنت قل، ولكن لا تقل إلا حقا، ولكن لا تقل إلا حقا. الله أكبر. أبو بكر سمع بهذا الكلام وهجم على السيدة عائشة، وهم بضربها، بل ضربها حتى أسال شيئا من دمها. فاختبأت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدفع أبا بكر، وهو يقول: ما لهذا دعوناك يا أبا بكر؟ ما لهذا دعوناك؟ دعوناك لتحل الخلاف، مو تساوي مشكلة بيني وبينها مرة ثانية، ما لهذا دعوناك؟ فلما خرج أبو بكر نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: أما رأيت أني قد حلت بينك وبين الرجل؟ يعني وقفت بالنص، لو ما وقفت كان خلص يعني أشفى غيظه كله فيك. إذن أيها الأحبة، هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لا يقول لنا أحدنا: إيه هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو دخلنا بهالموضوع هذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا نجاة لنا أيها الأحبة ولا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن نسير على أخلاقه وأن نتخلق بآدابه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإن الله سيحاسبنا عن هذا إن نحن قصرنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي في أخلاقه وتعامله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن أيها الأحبة، الحياة لا بد أن يكون فيها خصام ومشاكل ونزاعات ما بين الزوجين، ولكن ينبغي ألا تطول هذه المشاكل وهذا الخصام، ولا بد أن يستعمل الرجل مع زوجه، الزوج مع زوجته، أن يستعمل أدب الحلم والصبر على ما يصدر منها من أشياء لا ترضيه. إذن أيها الأخ الحبيب، إذا أردت أن يكون بيتك أسعد البيوت وأن تكون زوجتك أهنأ الزوجات، عليك أن تتحلى بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاق. أذكر فيها أخيرا، كان صلى الله عليه وسلم زوجا يحب زوجته وإلى آخر حياته، ويخبرها بذلك بين الحين والآخر. وكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم زوجا يلاطف زوجته، يصانعها، يداريها بساما ضحاكا رغم كل المشاكل والمهام وكل ما النصب والتعب الذي يعانيه صلى الله عليه وسلم. إذا دخل بيته دخله بساما ضحاكا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا زوجا ماذا؟ يعين زوجته صلى الله عليه وسلم، وكان وفيا مع زوجته يقدرها، وكان يحترمها، وكان يتجمل لها، وأخيرا كان رجلا يتحمل ويصبر ويحلم على أذى زوجته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدبنا بآدابه، وأن يجعلنا يوم القيامة من أقرب خلق الله إليه، وأن ننعم بهذه المرافقة وهذه الصحبة. ولا سبيل لنا إلى ذلك إلا بالتأسي بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إقرارا بوبيرتي وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج الهم والغم والكرب عن أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء عن بلاد المسلمين. اللهم خلقنا بأخلاق نبيك المصطفى، اللهم أدبنا بآدابه، اللهم اجعلنا من المستنين بسنته والماشين على طريقته يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.